أهلا وسهلا فيكم يا صبايا بمجموعة ESS لخدمات الطلاب الإلكترونية. اليوم إن شاء الله راح نبلش نشرح بـ Chapter 2 أو Lecture 2 about the Data Structures اللي هي هيكلية البيانات. طبعا المحاضرة الأولى أو Lecture الأولى اللي أخذتوها هي كانت عبارة عن مراجعة لمفاهيم الـ Object Oriented. أوكي؟ إن شاء الله راح نقدمها بطريقة كتير سهلة وبسيطة وإن شاء الله بتستمتعوا معنا بالكورس. الشابتر هذا يا صبايا احنا رح نحكي فيه عن الديزاين باترنز. شو يعني ديزاين باترنز؟ تصميم الانماط. يعني رح تحكوا لي تيتشر ايش يعني انماط؟ يعني هسا احنا نموذج انت لما تروحي على المطبخ تعملي كيكة، مش في عندك نموذج قلب، في نموذج دب، في نموذج مثلا اشكال مختلفة، في نماذج مختلفة. كمان احنا عندنا بالبرامج في عندنا قوالب جاهزة وديزاينات مختلفة. فمن اشهر الاشياء الديزاينر عندنا بسموه شيء بسموه الكريتيشنال ديزاين. في عندنا عده يعني والديزاينات، لكن اشهرها الكريتيشنال ديزاين، الاستراكشر ديزاين، البيهافير ديزاين. طيب وفي مثلا كمان في عندنا الايتريتر باترن. هسه احنا خلينا على الاساسيات، يعني راح تقولي لي طب ايش الفرق بيناتهم من اسمائهم. هلا اول واحدة الكرييشنال هي بتركز انه انت كيف تبني الكلاس، كيف تبني البرمجه عندك. الاستراكشر بيهتم بالهيكليه، لكن هذا ايش بيهتم؟ بالسلوك. خلينا نشوف اكزامبل اوف سم امبورتنت ديزاين برانتيت. هلا في عندنا بعض الامثله رح نعطي فيها امثله على ديزاين الباترنز اللي هي على تصميم الانمطه. اول شيء بحكينا كونتينر باترن، في عندنا شيء بسموه الكونتينر، وفي شيء اسمه الفيزيتور، وفي عندنا سيرش كارتينر والايتريتر والاسوشيشن. ايش يعني هاي الفكره؟ يعني المحتوى، في شيء بسموه كونتينر باترن يعني المحتوى لهذا النموذج. الفيزيتور الناس كيف راح تشوف هذا الباترن. السيرش اليه البحث. الايتريتر اللي هي الدورانات بتهتم بهذا الموضوع. الاسوشيشن اللي هي الربط ما بين كلاس وكلاس ثاني. تمام صبايا معليش هلا شوي المصطلحات صعبه عليكم، لكن هلا بالسلايدات لقدام رح تسهل، فصبركم علينا. اوكي فبحكي لنا انه هاي ايش بتعمل؟ هاي كلياتها بنستخدمها عشان نعمل implementation. شو يعني implementation؟ يعني نعمل implementation يعني انه احنا نصمم كود. تمام خلينا نشوف. طيب يلا نحكي احنا من اول ما بلشت معاكم design pattern. design pattern ايش بالضبط اللي هو design pattern يا صبايا؟ design pattern اوكي هو اسم، هو مجرد اسم، يعني هو مجرد اسم. هذا الاسم هو عبارة عن سوليوشن. ايش يعني سوليوشن؟ يعني حل اجا مشهور او انه احنا بنستخدمه كثير علشان انه نحل مشاكل موجودة عندنا بتصميم السوفت وير. تيتشر كمان مش واضحة، انا اقول لكم كيف. على سبيل المثال انه انا مبرمجة وجيت ابدي ابرمج الكود. طب انا ببرمجها كيفي وانت بتبرمجها كيفك، يعني انا ممكن اعمل احط الكود كلياته، ممكن انا كمبرمجه مثلا اجي احط كل الكود بصفحه واحده، تيجي انت تحكي لي لا ليش تسوي كله بصفحه، ليش ما تعملي صفحات متفرقه وكل باكثر من ملف، وكل ملف انا اقدر اعدل عليه. اوكي احنا نفس الكود، لكن انا الاستراكشر تاعي، الديزاين تاعي، تصميمي للكود بيختلف عن تصميمك. تمام فاحنا هذا اللي بندرسه هنا بالديزاين باترنز. تمام طيب طبعا الديزاين باترن، لما بتحكي ديزاين باترن هو كثير بيكون متعامل مع الانترفيس والكومبارال كومبارابل. طبعا اكيد هاي المفاهيم انتوا اخذتوها بالاوبجكت اورينتد انترفيس اللي هي كمان لها علاقه بموضوع الانهيرتنس. بيحكي لنا none of this pattern forces you anything in regard to implement، يعني ما في انه هاي الباترنز تحكي لنا انه على الفاضي تبرمجت، لا هي بتعطيكي guidelines. هاي الباترنز تعطيكي إرشادات، هاي الباترنز تعطيكي إرشادات عشان تحلي مشكلة. شو يعني تحلي مشكلة؟ مشكلة مش يعني مصيبة، لا من غير شر. المشكلة بالبرمجة يا صبايا إنه عندي مهمة بدي أخلصها، إني مثلاً أبرمج موقع أو إني أبرمج خوارزمية وهكذا. تمام؟ code implementation is your responsibility، يعني هي قاعدة بتحاول تحكي لك إنه كيف تعملي كود، تكتبي الكود للمشروع تاعك. تمام؟ هلا احنا بهمنا ثلاث انواع من الديزاينات انه نتعرف عليها: الكرييشنال الانشاء، الستركتشر الهيكليه، والبيهايفر اللي هي السلوك. خلينا نبلش باول واحدة اللي هي الكرييشنال. انا عشان انشئ الانشاء، شو يعني كرييشن باترن؟ بحكي لنا هاي يوز ان بليس اوف دايركت انسويتيشن وذ كونستراكتور، يعني هي تستخدم مع الكونستراكتور. تعرف شو الكونستراكتور يا صبايا؟
لما انت تيجي تعملي كلاس A تمام، دائما بالكلاس في فانكشن ما له نوع، ما بنكتب اشي قبلي، وبكون اسمه نفس اسم الكلاس، هذا اسمه كونستراكتر. هلا هذا الكونستراكتر لايش بنستخدمه؟ لما بتيجي بتعملي اوبجكت نيو مثلا نيو A تمام، مش انت بتعملي نيو، هذا الاوبجكت اول حاجه يسويها ايش؟ يستدعي الكونستراكتر. الكونستراكتر يتم استدعائه عند بناء النموذج، عند بناء الاوبجكت تمام. هي ببساطه. فشو اللي بيحكي لنا اياها؟ يعني انه هذا الديزاين فيري فليكسيبيليتي، كثير مرن، وهو عشان الاوبجكت لما بتعملي له كرييتد، يعني نفس الفكره اللي انا بعملها هون، لما اجي اعمل للاوبجكت ان كرييتد بروح بستدعي ايش؟ الكونستراكتر الموجود هنا تمام يا صبايا. فاحنا بدنا نعرف طب هاي الاوبجكت انا كيف بدي انشاها، طب هذا الفانكشن اللي سويته هون ايش اكتب جواته؟ خليني اضبط لكم اياها يا صبايا. حكينا كلاس A تمام، عرفنا جوا فانكشن A وهون تمام. انا بهمني بهمه هذا الباترن ايش رح نكتب داخل هذا الفانكشن تمام، شو رح نكتب جواته علشان اني انا اعمل قيمه بدائيه لهذا الاوبجكت اللي رح ننشئه في المين كلاس. اوكي طيب، فهذا الكرييشنال ديزاين بيهتم اول شيء بموضوع البيلدر. البيلدر ايش يعني بيلدر؟ انه هو البيلدر ديزاين باترن. طبعا في عندنا من الكرييشنال هاي اللي معتمد على بناء الاوبجكت، في عندي كثير من القوالب، خلينا احكي لكم قوالب يعني نماذج جاهزه. اول في شيء اسمه بيلدرز. شو هذا البيلدرز يا صبايا؟ هذا البيلدرز بروجرام ديزاين، سوري ديزاين باترن، هذا شو بيعتمد على الايتريتيف واي تو كونستراكت كومبلكس اوبجكت. يعني هو معتمد على شيء البديل لبناء الاوبجكت بطريقه كثير معقده، بيقدر يتعامل هذا النموذج مع different type يعني من انواع مختلفه من الاوبجكت تمام، عشان يؤدوا نفس البروسيسور نفس الغرض. في عندنا فكره البروتوتايب. اوكي البروتوتايب ايش هو البروتوتايب؟ البروتوتايب عباره عن باترن بيهتم بالسيناريو، يعني ببني لك سيناريو انه كيف هذا الابلكيشن او ايش احتياجات هذا التطبيق عشان نعمل لارج نمبر اوف انستانس. ملاحظه يا صبايا وكثير الطلاب بلخبطوا فيها، لما يحكوا انستانس، لما يحكوا انستانس هي نفسها اوبجكت تمام، بس يعني الكتب بتحب تتفلسف. اوكي هي نفسها الاوبجكت. فبيحكي لنا انه هذا البروتوتايب بس هو بيحكي لك كيف تبني ابلكيشن انه يتعامل مع عدد كبير من الاوبجكت، هاي القضيه اللي اهتم لها. which have almost name state differ very little، يعني بانه انت لما بتيجي بتستخدمي هذا البروتوتايب ما رح يكون في تغييرات او تكتبي اشياء كثيره بالكود. في عندنا الفاكتور ديزاين باترن is most suitable when complex step، هذا متى هو مناسب انك تستخدمي هذا النموذج؟ لما يكون في عندك complex step object، يعني انت عندك خطوات معقده لبناء الاوبجكت. يا صبايا احنا الكود اللي بنكتبه بالجامعه ترى كودات يعني 1% من الكودات الموجوده بالشركات، ان شاء الله يا رب بتطلعوا بتتدربوا بالشركات وبتشوفوا، بيكون عندك المشروع فيه 1200 صفحه، بتلاقي جوا الصفحه فيه بجوز 20000 سطر، فتخيلي لما يطلع لك ايرور وين بدك تروحي. ففعليا تركولاته كومبلكس، فري كومبلكس الانظمه اللي عم تنبنى تمام. فهو الفاكتور كمان بيعمل تو انشور ذات ستيب ان سنترلايزد، يعني بتاكد انه كل هاي الخطوات المعقده مربوطه بمكان سنترلايزد، يعني مكان مركزي وحده ماسكه. اوكي وهو اللي بيسمح انه هاي الكلاس، يعني هو اللي بيسمح بهاي الاوبجكت انها تعمل كومبوزنج او اكسبوز، يعني انه هو بيحدد مصير هذا الاوبجكت، انك انت تضلك بهذا الكلاس بس انه ما يصير في مشاكل لهذا الاوبجكت تمام. في عندنا الابستراكت، الابستراكت فاكتوري هو باترن، يعني هو نمط او نموذج بيعبر عن another level of abstraction. اذا اخذته بالobject oriented، مش اذا اكيد اخذته بالobject oriented اللي شيء اسمه abstraction class، هو نفس المبدا لكن جاي على شيء اعلى منه، اللي هو يعني group factors، عنده بعض المعايير بيحاول انه ينشئها ضمن هذا الباترن. طبعا رح تقولي لي استاذه طب النموذج هذا اللي انت عم تحكي عنه كيف بدي اعرف معاييره وكذا؟ طبعا هنا في عندكم روابط بتزوري وبتقراي اللي بدك اياه، لكن احنا بيهمنا كامتحانكم انكم تكوني عارفه كل الباترن شو بيسوي. يعني مثلا اجاك بالامتحان البروتوتايب من اي نوع؟ رح تقولي له من نوع الكرييشنال ديزاين، عرفتوا؟ طيب في عندنا اخر باترن رح نحكي عنه بالنسبه للكرييشنال، يعني كرييشنال عفوا، اللي هي لها علاقه ب انشاء الاوبجكت تمام، اللي هي
انه شو بتعمل هاي؟ بحكي لنا انه application to have one and only one instance. هاي اجت عشان تحكي لك انا ما بتعامل غير مع البرامج اللي إلها one object بس. one object حكيت لكم شو يعني instance هون، هي نفس الobject. تمام؟ زي مين؟ of a class pair of java، يعني يكون عندي مثلا بالجافا virtual machine عندي بس one object، يعني لما اجي اعمل run للكود تاعي بس one object اللي عم بشتغل، فهنا بسميه singleton، من اسمها single يعني واحد مفرد. طيب نروح على structure design. يا عيني شو structure design؟ حكينا انه structure design يعني الهيكلية، هو قاعد بيحكي how to build different piece of system together، انا كيف اربط هدول اكثر من قطعة مع النظام مع بعض. يعني قبل شوية انا اعطيتكم مثال كثير بسيط انه انت حبيتي انك تعملي المشروع باكثر من ملف، تمام؟ طب انا كيف بدي اربط هاي الملفات باي طريقه مع بعضهم البعض؟ الستراكشر ديزاين باترن هو بيحكي لك كيف تعملي. طبعا من الامثله على النماذج التي تركز على مفهوم الستراكشر، يعني على مفهوم الهيكليه او التنظيم، هاي النماذج. يعني لو اجاك سؤال مثلا البريدج من اي باترن، راح تقولي له من الستراكشر، تمام؟ فمثلا عندنا الادابتر. الادابتر شو بيعمل هذا الادابتر؟ اسمه ادابتر. ببساطة انتوا ركزوا على الاشياء المفاهيم المكتوبة هون بالغامق. adapter convert the interface class into another interface client accept. adapter زي تاعي الشبكة، يعني هون بوخ من الانترفيس، يعني بتعتبر الانترفيس اللي عندك هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن سيرفر، وهذا الكلاينت يعني بيحول الكلاس من كلاس من شكل الى اخر. اوكي؟ It lets class work together that couldn't otherwise due to incompatible interface. يعني عشان تشتغل كل classes مع بعض وما يصير في عندي أي مشاكل. عندنا النوع الثاني اللي هو bridge design. bridge جسر، من اسمه جسر. شو بيسوي هذا؟ هذا بيعمل لك decouple class to part، يعني بيجيب لك جزئين وبربطهم مع بعض البعض. مثل مين؟ مثلا يجيب لك abstraction مع implementation، يعني يكون عندك class، يكون عندك مثلا انت ملفين، ملف عبارة عن abstraction class والملف الثاني عبارة عن implementation لهذا الكلاس، فهو بربط، يعني معنى اخر بربط لك الملفين مع بعض البعض بحيث انه يشتغلوا with together. وبنزيد هون شو بكون؟ increasing the loosing of coupling between classes. اوكي خلينا نركز شوي هون. شو يعني loose coupling؟ صبايا coupling هاي انه في ملف معتمد على الاخر بشكل كبير، فلما احكي انه loose coupling يعني انه ما في اعتماد. طبعا بالبرمجة بيكون كثير كويس لما تبرمجي انت الملفات ما تكون كثير معتمدة على بعض، لانه اذا انضرب ملف او خرب ملف ما يخرب عندك السيستم كامل او الكود كامل، تمام؟ هاي هي البريدج. في عنا الكومبوزيت. الكومبوزيت ايش من اسمها؟ يعني مكون، بتجمع لك compose the object into tree structure. هاي هدفها انها تجمع لك كل الاوبجكت ضمن زي شجرة، مين الأبو، مين الأولاد، مين اللي تحت، فهي بتقسم المستويات لأوبجكت. يعني مثلا عندي نظام فيه مليون أوبجكت، فهو بتعمل لك زي هيك زي شجرة العيلة، مين الرئيسي، مين الأقل، مين الأقل، فهذا إحنا بنسميه الكومبوزيت. في عنا الديكوريتور ديزاين. إيش بيسوي هذا؟ add additional feature or behavior. لمين؟ للإنستانس. برجع بعيد وزيد، إنستانس يعني أوبجكت، هو بس بضيف خصائص جديدة أو سلوك جديد على الكلاس، بحيث إنه while not modifying other instance، بحيث ما يصير له فيه تعديلات أو يتأثر من أي كلاس ثاني. يعني بس هي هي فكرتها. الفاسكيد ديزاين. الفاسكيد ديزاين أن undefined interface to set interface. يعني هذا شو بيسوي؟ بحكي لي أي كلاس ما إله interface أنا لا بدي أحط له interface. أوكي؟ عشان انه صر نتعامل احنا مع هاي ليفل انترفيس، يعني انه لما بدي اعدل على النظام ما اعدل انا على الكود بكل اشي، بصير اعدل على الانترفيس مثلا، فبصير التغيير او استخدام هذا النظام مور ايزر، يعني اكثر سهولة. عندنا نظام الفلاي ويت. هذا الفلاي ويت شو بيعمل؟ شير اوف اوبجكت تو سبورت لارج نمبر اوف find grind object effectively. يعني هذا النموذج او الباترنز النمط بيحاول انه يخلي هاي الاوبجكت تشارك مع بعضها البعض، اوكي، بحيث انه يصير في عندي كفاءه بالتواصل بيناتهم وانهم يشاركوا الريسورسز بيناتهم، يعني يشاركوا مثلا متغير، يتشاركوا بباراميتر، يتشاركوا بجمله ستيتمنت وهكذا. وبصير دائما يعني ممكن انه هاي الاوبجكت انهم كلياتهم يشتغلوا بشكل ايش؟ متزامن، اللي هي simultaneously،
أو وكمان بنفس الوقت إنهم يكونوا independent يعني مستقلين، يعني أنا عندي أكثر من object بيشتغلوا باستقلالية. وآخر واحد رح نحكي فيه بالنسبة للستركتشر اللي هو البروكسي. إيش يعني بروكسي؟ معناته هو بيحكي لك إنه هذا البروكسي كمان بصير على الأوبجكت provide surrogate or plus holder for another object، يعني هو بيعطيكي زي hint، بيعطيكي استدلال على أوبجكت ثاني، فهو بيتحكم بآلية الوصول. يعني البروكسي أصلاً البروكسي تاع الشبكات إذا سمعتوا فيه تمام، إيش يسوي هذا؟ هو يتحكم مين اللي يطلع ومين اللي يجي، مين اللي يعمل run، مين ما يوقف، مين كذا كذا، كل هذا اللي هو البروكسي. تمام صبايا، أنا ما رح أترجم كلمة كلمة، أنا اللي بهمني بالمقرر إنه وصلي لكم من المادة كفهم. أوكي طبعا التشابتر هذا كله حفظ، لكن إن شاء الله التشابترز لقدام رح تكون حل أكثر. أوكي طيب نفوت على البيهايفر ديزاين باترينز، البيهايفر يعني السلوكيات. طبعا هذه النماذج اللي بتكون تحت البيهايفر بهمها كيف تعمل كوميونيكيشن باترينز بتوين أوبجكت أند ريلايز ديز باترينز. يعني بحكي لك انت لما يكون في عندك مشروع كبير احتمال تستخدمي اكثر من باترنز، يعني اكثر من نموذج، يعني اكثر من نمط، فانت بالتالي بدك تدمجي كل هاي الباترنز مع بعض البعض عشان يتنفذ النظام. يعني ايش تدمجيهم مع بعض؟ يعني يصير في عندك كوميونيكيشن، اتصال، فلازم يكون الاتصال فليكسيبيليتي يعني مرن. تمام طيب كيف انا بدي اسويه؟ بحكي لنا في عندنا مجموعه من الباترنز حسب الهدف اللي انت بدك اياه بتقدري تسويه. اوكي زي مين؟ زي مثلاً Chain of Responsibility Design. هذا إيش هو فكرته؟ Link Receiving Object Together. هذا شو بيعمل؟ بيهندل الـ Request، يعني بيعمل كأنه Chain، في عندي سلسلة من الـ Object بيحطهم كلياتهم مع بعض بسلسلة هيك بطابور وراء بعض تمام؟ وبصير كل واحد إيش يرتبط مع اللي بعده واللي بعده، كلياتهم بالحلقة الأخيرة بصير كل الـ Object مرتبطين مع بعضهم. في عندنا الكوماند، كوماند يعني أمر. إيش يعني؟ بحكينا is useful for abstract the business logic into discrete action، يعني هي كويس كتير للأشياء البزنس عشان تتحول لdiscrete action. شو يعني discrete؟ يعني متقطعة. شو يعني متقطعة؟ يعني أحداث منفصلة ما إلها علاقة ببعض، فهذا كتير كويس لحتى إنه يشبكهم مع بعضهم البعض. ليش هذا كثير بيساعد؟ بحكينا باللوس كابلينج، يعني انه ما بيكون في اي كلاس معتمد على الثاني. الكلاس الاول بيعمل انفوكر، يعني انفوكر يعني هذا الكلاس، يعني مثلا هذا الكلاس عندي يا صبايا هذا كلاس A تمام، بيعمل استدعاء لبي، بيعمل استدعاء لبي انفوكر، فبصير هذا ايش اسمه؟ انفوكر. هذا انفوكر اسمه. ليش انفوكر A؟ لانه استدعى بي. اما بي اللي استخدم هذا بسموه ريسيفر، هذا اللي هو بي حسب المثال تمام، لانه هو استقبل هذا الطلب تمام. بس هاي فكرته. وبعدين في عنا الانتربريتر. الانتربريتر يا صبايا انه how to evaluate sentence in language، انا كيف بدي اقيم الجمل في اللغة، وهذا له دخل كتير بالمبرمجين، بيساعدهم من حيث الجرامر، القواعد بالنسبة للغة، وانه كيف انها بتتفسر وغير وغيراته. يعني هاي رح تفيده كتير المبرمجين أكثر كيف إنهم يبنوا بصيغة لغوية صحيحة. في عنا الايتريتور اللي مرت عندنا بالسلايدات الأولى، ولا أنا خليتني شوي مش شايف لحتى نصل لهون. الايتريتور باترين هذا النموذج إيش بيعمل؟ بيعطيك الطرق إنه access the element of aggregate object sequential without exposing an under representation. يعني إنه هو بيقدر يعمل لك access للelements، إنه يصل لهاي العناصر بدون ما يصير اي نوع من المشاكل او الانفجارات. يعني انفجارات هون الاكسبوزنج، يعني انه الكود عندي يتعطل او الميموري مثلا تخرب، هو بس بيعمل لك انك انت تصلي مثلا للاليمنتس. راح تحكي لي شو هي العناصر؟ يعني زي متغير، زي كلاس، زي اي شيء ثاني. وطبعا هذا البيهافير ترك فيه كثير باترنز، مش بس هدول الاربعه، في عندنا ليست كمان هون موجوده. شوفي ليست، لا في عندنا كمان هاي الليست زي مين؟ الميديتوري. ايش بتعمل هاي؟ define an object that encapsulate and how set of object interact. يعني هي بهمها شو بتعمل؟ انه الobject بتغلفه، بتعمل له encapsulate، بتغلفه، وهي بتحدد كيف انه هو يتفاعل مع مين؟ مع other object. وهي بتدعم loose coupling. شو يعني loose coupling؟ حكينا انه تكون عبارة كل object مستقل عن الآخر، كل أوبجكت مستقل عن الآخر تمام؟ طيب في عندنا كمان الباترن اللي هي المومنتو باترن،
اللي هي شو بتعمل؟ تعمل restore state of an object، بترجع حالة الأوبجكت. أوكي، وهذا اللي هو زي كمان هذا له اسم ثاني بيسموه السناب شورت باترن. في عنا الأوبزيرف، الأوبزيرف بيراقب، بيراقب هذا بيعرف on to many dependence between object، يعني هذا دائما بيعرف كل أوبجكت شو علاقته بالأوبجكت الثانية، تمام؟ شو علاقته هذا المراقب؟ يعني لما إحنا نسمع إنه فلان بيراقب فلان، يعني هذا الشخص المعين قاعد بيراقب تحركاته، مثلاً بيعرف هو مع مين عم بيحكي، مع مين عم بيروح، مع مين عم بيجي، فهو نفس الإشي هذا الباترنز. شو الهدف منه؟ بحيث إنه لو بأي تحديث أو أي إشي كلياته بصير الشغل إيش أوتوماتيكلي، كله بيتحدث بنفس الوقت. وكمان هذا الباترن له اسم ثاني بسموه Publish Subscribe Pattern. عندنا الState Pattern يا صبايا، هذا الState Patterns allows an object to alter two behavior when its internal state object، يعني هذا بسمح إنه للأوبجكت يحدد سلوكه لكن ضمن إيش؟ ضمن الحالة اللي بتغير فيها، يعني ما يعني مش إنه يطلع الأوبجكت عن المألوف، تمام؟ فإذا الأوبجكت اتغير من كلاس لكلاس او استدعاءه من كلاس لكلاس اخر فهو ببينه، يعني الستيت يعني هذا له علاقه بحاله الاوبجكت، تمام؟ هل هو هذا الاوبجكت انترنال يعني من الكلاس نفسه ولا من كلاس ثاني؟ يعني كيف يا استاذ؟ اعطيكم مثال، يعني انا عندي كلاس A، لو بصير جواته عادي اعمل A مثلا اوبجكت، او بلاش راح اعمل اوبجكت جوا بساوي new A، فهذا الأوبجكت اللي أنا عملته هون رح يكون من نفس الكلاس، صح ولا لا؟ فهذا اسمه الستيت يعني من نفسه. أو ممكن إني أنا أستدعي مثلا أوبجكت أحكي له new P، إيش يعني new P؟ يعني أنا بدي أنشئ من كلاس ثاني، فهذا الستيت بيحدده. أما الاستراتيجي باترن، هذا استراتيجي باترن هو choose a specific implementation، هو بيحدد كيف بدنا نعمل الكود، يعني الجوريثم معينة أو تاسك معين، يعني هو بيحدد لك شو الالجوريثم تستخدميها وشو التاسك اللي انت حتسويها عند الران. أما بالنسبة للتمبلت ميثود باترن، هذا النموذج ايش يسوي؟ بيعرف لك مجموعة من الستبس مالها سيكوانشل، ايش يعني سيكوانشل؟ متتالية، عشان تنفذ ايش؟ أكثر من خطوة من الالجوريثم، أكثر من خطوة من الالجوريثم. وطبعا هذا بيعتمد على ايش؟ على متطلبات المشروع أو الكود الموجود عندنا. وفي عندنا اخر باترن اللي هو الفيزيتور باترنز، هذا الفيزيتور بيكون هايراركي اوف اوبجكت تو موديفاي ذير بيهافير بات ويزاوت موديفاينج ذير سورس كود، هو بيعدل على سلوك الاوبجكت لكن ما بيعدل على الكود، هاي هو الفيزيتور، تمام؟ بيحكي لنا انه في احنا تعرفنا قبل شويه صبايا على ثلاث انواع من الديزاين باترنز، لكن كل واحده انلايك للثاني ما بيشبهوا بعض. الكرياشنال بيختلف عن الاستراكشر، الاستراكشر بيختلف عن بيهافير، وهكذا. ويش ديل وذ انستيشن بروسيس اند ذير بلو برينت اوف اوبجكت اند كلاس، وكلياتها بتتعامل بتحكي عن الاوبجكت والكلاسز، شفتوا؟ فبيحكي لنا يعني الكرياشن والاستراكشر هم بيركزوا على الاوبجكت والكلاسز، لكن بيحكي لنا البيهافير، البيهافير بيحكينا انه هي بتركز انه كيف هذا الاوبجكت بده يعمل انتركونكت، تمام؟ فلازم نعرف انه الكرياشن والستراكشر بيركزوا على تعاملهم مع مين؟ مع الاوبجكت والكلاس من حيث البروسيس المعالجه، لكن البيهافير باترنز بتركز انه كيف الاوبجكت يعمل ايش اتصال ما بين بعضهم. خلينا نحكيها بعبارات اسهل، انه الكرياشنال باترن عشان عمليه الانستليشن، الستراكشر باترن اللي هي بلو برينت اوف اوبجكت او كلاسز، يعني ايش يعني؟ يعني انه كيف بدها تصير عمليه التعريف للاوبجكت، تمام؟ البيهايفر باترن اللي هو بيمثل الريليشن شيب بين الاوبجكتس، كيف هاي العلاقات، كل اوبجكت كيف راح يكون له علاقته بالاخر. طبعا هذا الملخص لكل الحكي اللي كنا عم نحكيه من اول المحاضره. طيب هلا بحكي لنا انه انا بدنا نشوف نموذج من هذا المثال اللي هو الايتريتور باترن، رح نشوف اكزامبل عليه. طبعا اذا بتتذكروا حكينا الايتريتور باترن تو اكسس ذا اليمنت اوف اجريجيشن، يعني هو بيحدد لك كيف يتصل الى العناصر، اوكي، بطريقه سيكونشال يعني متتابعه بدون ما يصير اي مشاكل عندي. خلينا نفترض انه انا عندي هذا الكود، اوكي. طيب يلا، هذا ايش؟ هذا هون الكلاس، حلو، وهاي هون ايش؟ هاي اوبجكت،
مين الأوبجكت اللي اسمه names؟ names أوبجكت من مين؟ من الأري ليست اللي أنت عرفتيها من هون. أوكي؟ طيب هلا استدعيت names. names هاي أوبجكت. dot add dot add dot add. أنا ضفت عندي names. أوكي؟ طيب يعني كأنك أنت رحتي على الذاكرة عرفتي array زي كذا وضفتي ضفتي الاسم الأول اللي هو فرهاد، هون الاسم الأول فرهاد، بعدين إيمان، بعدين مريم، بعدين إيمان، تمام؟ فيعني إيش اللي بدنا نحكي؟ إنه هذا إندك 0 1 2 3 1 2 3 4 لا لعند 3 لحد هون اللي هم 4 أسماء. طيب واحد لا، وفي كمان عندنا الخامس اللي هون اللي هي 4 من 0 ل 4. شو اللي صار هون؟ ريموف دكتور أمينيت. أمينيت وين؟ قبل الأخير. أوكي، انحذف واحد، اتعدلت الأري، صار عندي إيش؟ 4 أسماء. شو فكرة هذا الأيتريتر؟ بحكي لنا إنه بستخدم names dot iterator، ويمكن كتير شفتوها بالجافا هاي، تمام؟ شو بتعمل هاي؟ بتعمل دوران على الأري وبتجيب لك الأوبجكت. شوفي بتصير تحكي له while it dot hash next، يعني جيب لي اللي بعده، جيب لي اللي بعده لهذا السترينج، وشو يعمل هنا؟ اطبعه. فهذا رح يضل يلوف لين ما الات هاي تنتهي، تمام؟ اوكي، فهو رح يجيبه ورح يطبع ايش؟ الأوبجكت. مين الأوبجكت؟ طبعا اللي هو النيم، فرح يطلع لك كل هاي الأسماء، تمام؟ فرح وقف شرح لهون. ان شاء الله للمحاضرة القادمة رح نبلش نحكي عن الكونتينر والأبستراكت والفيزيتور وغيره وغيراته. أوكي، إذا عندكم سؤال أو استفسار ابعتولي.